هذا وقد بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد انهيار رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية في ضحايا الفيضانات التي تعرضت لها جمهورية باكستان وأسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنيا سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الدكتور عارف علوي.